السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله هناخد اول درس من دروس النحو اللي عندنا، هو اسمه ايه؟ الاسم المفرد. طبعا احنا عارفين المفرد كتير قوي. انا عندي ايه هو المفرد دوت؟ المفرد هو الذي يدل على شيء واحد. يعني لما اقول مثلا تلميذ، انا عندي تلميذ ديت، بيعرفني ان ده تلميذ واحد ولا اكتر من تلميذ؟ لا، تلميذ واحد. طب لما اقول تلميذة، برضو تلميذة واحدة، بنوتة واحدة ولا إيه؟ ولا اكتر؟ لا، واحد بس. يبقى انا عندي الاسم المفرد هو ما يدل على شيء واحد، هو ما يدل على شيء ايه؟ واحد، سواء كان مذكر او مؤنث. لما بقول رجل، يبقى انا عندي بعرف ان ده مفرد راجل من نوع الذكور. طيب لما اقول فتاة، يبقى بنوتة، مؤنث، يبقى برضو هو واحد بس، سواء كان عاقل او غير عاقل. يعني لما اقول كده مثلا ايه؟ حاسب آلي. ايه الحاسب الآلي ده؟ يقول لي جهاز كمبيوتر. ده بيعرفني هو ده اكتر من جهاز ولا هو جهاز واحد؟ لا، جهاز واحد. طيب ماشي، بيعرفني برضو هو دوت مذكر ولا مؤنث؟ لما باجي اقول هذا حاسب ولا هذه؟ لا، هذا، يبقى مذكر. طيب والمؤنث، لما اقول مثلا كلمة مدرسة، مدرسة دي واحدة ولا اكتر؟ لا، بيدل على ان هي مدرسة واحدة بس. مؤنث ولا مذكر؟ لا، مؤنث. يبقى انا عندي الاسم المفرد. ايه هو الاسم المفرد؟ هو ما يدل على شيء واحد، بيعرفني ان ده شيء ايه؟ واحد، سواء كان مذكر او مؤنث، عاقل يعني له عقل كده وبيفهم، او غير عاقل. طب تعالوا نشوف بقى ايه الامثلة اللي عندي كده. بيقول لي ايه؟ سلم اخي واختي على الضيوف. اول حاجة الاسم المفرد ده يعني بيعرفني ان هو ايه؟ اسم مش فعل. يبقى انا لما اجي ادور واطلع الاسماء مش الافعال. واحنا اخدنا الترم اللي فات الفرق ما بين الاسم والفعل، عرفنا ايه هو الاسم. هو ما يدل على اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او صفة من الصفات. وايه تاني؟ او ان هو يكون في عندي العلامات بتاعته، له علامات معينة. ايه هم؟ الالف واللام والتاء المربوطة، ودخول عليه حرف الجر، او دخول ايه عليه اداه النداء. طب تعالوا نشوف كده. سلم اخي واختي على الضيوف. عايزين نطلع الاسم المفرد في الامثله. اول حاجه هي سلم، دي فعل والاسم فعل، يبقى ما ينفعش اقول عليه مفرد. انا بتكلم ما اقول مفرد، يبقى بدور على ايه؟ على الاسماء. اخي، اخي دي اسم ولا فعل؟ لا، اسم. يبقى اشوف الاسم ده هو ده مفرد ولا اكتر. اخي بيدل على واحد ولا اكتر من واحد؟ لا، بيدل على واحد، يبقى ده اسم مفرد. طيب مذكر ولا مؤنث؟ اخي ده مذكر ولا مؤنث؟ لا، مذكر، يبقى اسم مفرد مذكر. طب كلمة اختي، اختي ديت برضو بتدل على واحد بس، مذكر ولا مؤنث؟ لا، مؤنث. الاسد اقوى من الكلب. تعالوا برضو نطلع هنا عندي الاسماء المفردة. الاسد ده بيدل على واحد، والكلب بيدل على ايه؟ على واحد برضو بس. طيب ماشي، حيوان ولا نبات ولا جماد؟ لا، حيوان. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. النخلة أطول من الشجرة. أنا عندي كده عايزة أطلع برضو الأسماء المفردة. أول حاجة كلمة النخلة، النخلة بيدل إن هي نخلة واحدة بس، يبقى دي مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. أطول من الشجرة، الشجرة دي مفرد ولا جمع؟ بيدل إن حاجة، إن شجرة واحدة ولا أكتر من شجرة؟ لا، شجرة واحدة بس. يبقى أنا عندي كلمة الشجرة دي هي إيه؟ الاسم المفرد. القلم فوق المكتب. القلم، القلم ده اسم، اسم مفرد ولا اكتر؟ لا، ده قلم واحد، يبقى انا عندي اسم مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. كذلك المكتب، المكتب بتدل ان هي حاجه واحده بس ومذكر. النادي في وسط المدينه، انا عايز اطلع الاسماء المفرده. كلمه النادي ده اسم مفرد، والمدينه اسم مفرد، لان هي بتدل على حاجه واحده. معي قلم احمر ومسطره صفراء. فين الاسماء اللي عندي؟ قلم وده مفرد، احمر ومسطرة وصفراء. هذا درس مفيد. كلمة درس ده اسم مفرد، ومفيد ده اسم مفرد برضو. قصة اسم مفرد، ومسلية اسم مفرد. طيب ماشي، انا لما باجي في عندي سؤال ممكن يقول لي ايه؟ ثني واجمع. مش احنا عارفين واحنا كنا بناخده الترم اللي فات؟ ممكن يقول لي مثلا هذا درس مفيد، او ممكن يقول لي هنا ايه؟ درس مفيد، وعايز اسم اشاره. برضو بدور، انا عندي احنا اخدنا اسماء الاشاره، بدور على اسم الاشاره اللي بيعبر عن المفرد. ايه هي اسماء الاشاره اللي بتعبر عن المفرد؟ هذا وهذه. طيب بشوف الكلمه هي مفرد، قصدي مثنى
بشوف الكلمة هي مؤنث ولا مذكر. درس مفيد، درس دي مذكر ولا مؤنث؟ لا مذكر. طب برضو بدور في أسماء الإشارة، مين من أسماء الإشارة المفرد اللي بيروح للمذكر؟ هذا. يبقى أنا عندي كلمة هذا اسم إشارة مفرد يدل على المذكر، وهذه اسم إشارة للمفردة المؤنثة. طيب انا عندي كمان من الضمائر، في عندي في ضمائر الغائب، ضمائر الغائب فين؟ في ضمائر الغائب اللي بيدل على المفرد هو وهي، هو للمذكر وهي للمؤنث. طيب ماشي، ضمير ضمائر المتكلم، مين من ضمائر المتكلم بيدل على المفرد؟ انا، سواء بقى كانت مذكر او مؤنث. زي ايه؟ لما اقول انا طالبه، انا هنا ضمير متكلم بيدل على المفرد. طب من ضمائر المخاطب، ضمائر المخاطب انت وانت بيدل على المفرد، واحد منهم للمذكر وانت للمؤنثه. لما اقول هنا انت ذكي، انت هنا ضمير مخاطب للمفرد المذكر، وأنت جميلة، أنت ضمير مخاطب للمفردة المؤنثة. طيب أنا عندي سؤال زي ده، السؤال هنا بيجي بيقول لي إيه؟ بيجي يقول لي ميز الأسماء الاسم المفرد من الكلمات الآتية، بيجيب لي مجموعة كلمات ويعرفني يقول لي طلع لي منهم الاسم المفرد. عندي بيقول لي شوف الكلمات بيقول إيه؟ هذاني وهو، أقلام، كتاب، هذه، نحن، طفلة، عينان، رأس، شجرة. تعالوا نطلع الأسماء المفردة. أول حاجة هذان، هو هذان ده مفرد؟ هذان ده بيدل على الاثنين، يبقى ما يستبعده. طب هو، هو ده بيدل على واحد مذكر، يبقى هو باستخدام من الأسماء المفردة. كلمة أقلام، أقلام دي جمع ولا مفرد؟ أقلام بيدل لي إن معايا قلم واحد ولا أقلام كتير؟ لا أقلام كتير، تبقى جمع ما تنفعنيش. طيب كلمة كتاب، كتاب دي مفرد ولا أكتر من مفرد ولا بيدل على أكتر؟ كتاب حاجة واحدة، تبقى مفرد. هذه، هذه برضو مفرد بيدل على مفردة، مفردة مؤنثة. نحن، نحن دي أنا بستخدمها لما بكون بتكلم عني أنا وأختي مثلا، إحنا في البيت كلنا، يبقى نحن دي ما تنفعنيش عشان جمع. طفلة، طفلة دي بتعرفني إن هي طفلة واحدة، يبقى برافو، يبقى ده الاسم المفرد. عينان، لا عينان دول اتنين، يبقى مثنى، يبقى مش معايا. كلمة رأس، رأس واحدة، يبقى أنا عندي دي مفرد. وشجرة اسم مفرد. طب السؤال بيقول لي هنا كيف يأتي السؤال في الامتحان؟ السؤال عندي هيجي لي ازاي؟ هيقول لي برضو ممكن يجيب لي قطعة ويقول لي استخرج الاسم المفرد. طب تعالوا ناخد مثال، ما يجي يقول لي هنا ايه؟ ذهب احمد الى حديقة الحيوان فرأى الفيل الضخم والطاووس ذا الذيل الجميل، واستمتع هو واسرته بجمال الاشجار والازهار الملونة. اول حاجة بنقرأ قطعة كويس جدا، بعد كده بنطلع الكلمات اللي بتدل على المفرد. ذهب هتنفع معايا؟ لا انا لسه بقول ايه، انا قلت هو اسم مش فعل، يبقى ذهب دي فعل ماضي ما تنفعناش، انا بدور على الاسماء. احمد، احمد ده بيدل هو واحد بس، يبقى انا عندي ده اسم مفرد. طب كلمه حديقه، حديقه برضو دي واحده. فرأى الفيل، الفيل انا عندي برضو الفيل ده بيدل على ان هو فيل واحد بس، يبقى ده اسم مفرد. وكلمة الضخمة برضو اسم مفرد. الطاووس، هو طاووس واحد، يبقى الطاووس اسم مفرد. الذيل نفس النظام ده الاسم المفرد. الجميل دي صفة بس برضو بتعرفني ان هو واحد بس. هو، هو لسه واخدينها من الضمائر اللي بتدل على المفرد. بجمال الأشجار والأزهار الملونة، مش معايا الحاجات دي كلها، الأشجار والأزهار دول جمع. يبقى احنا لما اقول، لما اجي يقول لي طلع اسم مفرد، بقرا القطعه كويس قوي واشوف الكلمات اللي بتدل لي على حاجه واحده بس، يبقى هي دي هي الاسم المفرد. كده يا حبايبي نكون خلصنا الدرس الاول اللي هو الاسم المفرد. ذاكروا كويس وان شاء الله تكونوا فهمتوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.